ولنقاش الاستهداف المتكرر للقواعد الأمريكية في العراق والصراع الإيراني الأمريكي ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد مستشار مركز الأمة للدراسات والتطوير للشؤون العسكرية والأمنية العميد الركن خليل الطائي. أهلا بكم سيادة العميد. حياكم الله وبياكم أختي الكريمة. ما هدف تكرار الميليشيات لهجماتها على القواعد الأمريكية في العراق؟ الكريمة، بداية هذه الهجمات الميليشياوية التي استهدفت اليوم قاعدة القادسية سابقا والتي تسمى اليوم بعين الأسد الجوية والتي تتواجد فيها قوات أمريكية، من حيث التوقيت هذه الهجمات تأتي وفق مفهوم الهجمات والهجمات المقابلة والتي تبنى على الفعل ورد الفعل وفق المتغير الميداني، ولهذا تكون غاياتها بعيدة عن التقرير العملياتي، فهي رسائل متبادلة بين طرفي القتال. هذه الهجمات اليوم تأتي بعد الهجمات الأمريكية على مواقع الميليشيات قبل عدة أيام قرب الحدود العراقية السورية، وكذلك جاءت وفق التهديدات التي أطلقتها زعامات الميليشيات وفي مقدمتهم زعيمي العصائب وميليشيا كتائب سيد الشهداء. أما استمرارية هذه الميليشيات، الغاية الرئيسية منها هو فرض حالة الأمر الواقع بأن سلاح الميليشيات هو السلاح الرئيسي في العراق، وما سواه هي مسميات خالية من المضمون، وأي تفاوض أو مباحثات قادمة يجب أن تكون مع زعامات هذه الميليشيات. وهو الحال ذاته ما حدث في اليمن من قبل ميليشيات الحوثي التي تم الاعتراف بها دوليا وأمميا، وفي حال تحقق هذا الأمر إذا واستمرت هذه الهجمات واستمر التغافل الأمريكي سيتم حوسبة السلطة العراقية كما حدث في اليمن. إلى أي مدى ساهم التغاضي الحكومي في العراق بتعزيز نفوذ الميليشيات وتهديد أمن واستقرار البلاد؟ بالنسبة للحكومة أو السلطة في العراق، دائما منصب رئيس الوزراء هو منصب تشريفي أصبح وليس قيادي، فهناك عنصران مهمان يجب توفيرهما في القائد، هي الإدارة والقيادة. ومصطفى الكاظمي وما سبقه لا يفقهون مفردات الإدارة ولا مبادئ القيادة ولا يمتلكون أدوات التغيير والقرار، ولهذا هم جميعا ينتهجون سياسة الغموض الإيجابي في قراراتهم، أي لا نفي ولا إثبات، وقراراتهم زئبقية تتأثر بالحالة الميليشياوية ورغباتهم. لذلك ما يوجد في من مسميات قيادية في العراق أو مناصب هي عناوين خالية من الصلاحيات وخالية من المضمون. انتقال المعركة بهذا الشكل من العراق إلى سوريا إلى أي مدى تؤكد على وجود توجه أمريكي لإضعاف الميليشيات عسكريا؟ هذه الهجمات وهذه الهجمات المتبادلة لا تضعف لا الميليشيات ولا تحقق الغاية للقوات الأمريكية. فلو أخذنا هجمات اليوم من حيث المكان، اليوم تم العثور على منصة إطلاق بقضاء هيت أي بمسافة بضع كيلومترات عن القاعدة المستهدفة وهي قاعدة عين الأسد، وهذا يشير إلى أن الميليشيات تتحرك بحرية وأمام أعين السيطرات الأمنية والنقاط العسكرية والحكومية، وهذا يدل على أن سلطة هذه الميليشيات هي فوق سلطة المؤسسات العسكرية والأمنية، ولذلك يتم استخدام فيها صواريخ بدائية أي يتم صنعها محليا لأنها لا تريد أن تؤثر في ضرباتها على الجانب الأمريكي لكي تبقى المعركة محصورة ضمن التهديدات الإعلامية فقط. ما الذي يمنع القيادة العسكرية الأمريكية من إنهاء الميليشيات كخطر يهدد المصالح الأمريكية في المنطقة أولا ويهدد الاستقرار والأمن في العراق تحديدا؟ حكومة بايدن في هذه المرحلة اللي تدخل هنالك مفاوضات ضد الملف الإيراني النووي لا تريد أن تصعد من الهجمات، لذلك نعتقد ستبقى هذه الهجمات محصورة ضمن الجغرافيا الحدودية بين العراق وسوريا. فاليوم عندما تزامنت هجمات قاعدة عين الأسد مع نقل وإعادة انتشار الصواريخ الميليشياوية في سوريا قرب منطقة الميادين، هي دلالة لأن المعركة ستبقى في هذه المرحلة ضمن المواقع الميليشياوية والأمريكية قرب الحدود العراقية والسورية. فطرفا القتال الأمريكي والميليشياوي لا يرغبان حاليا بتوسيع جغرافية القتال
ولكن في المعارك قد تحدث أخطاء، وإذا حدثت هذه الأخطاء من جانب الميليشيات وتسبب في سقوط جرحى وقتلى من الأمريكان، ستضطر واشنطن إلى أن تستهدف مواقع جديدة داخل الجغرافيا العراقية، خاصة بعد فشل التوصل للاتفاق بشأن الملف النووي الإيراني. وهذا طبعا ما تتحاشى الفصائل من شأنه، لأنها لو حدثت ستفقد قوتها مع قرب الانتخابات العراقية التي تعول عليها. شكرا جزيلا لك العميد الركن خليل الطائي، مستشار مركز الأمة للدراسات والتطوير لشؤون العسكرية والأمنية، حدثتنا عبر الهاتف من العاصمة العراقية بغداد.